العجوز الشمطاء. مين هاي العجوز الشمطاء؟ أنا اليوم جبت لكم إياها، لقيتها العجوز الشمطاء أخيراً. عندها حساب بالتيك توك، بتنزل بالتيك توك، طلعت ومتزوجة، واحد عمره 23 سنة. حسابها جداً غريب لدرجة أنه أنا ما عرفت فيه كتير أشياء، ما نقيتها يعني، ما بقدر أحضرها لأنه ما بقدر أعرضها. إحنا كعرب ما بينفع نشوف هيك أشياء، في أشياء جداً سيئة عندها بالأكاونت. ما بعرف كيف بتنزل أشياء زي هيك، ما بعرف. واثقة المشكلة، واثقة من نفسها، ما في أبداً ولا نتفة من إنه يا أخي يمكن أنا ما بينفع هيك أعمل لأني كبرت. لا ما في، بالعكس. لا She's bad as fuck but in all the right ways. أخيراً لقيناكي، بدور عليكي من زمان، بضلني أنا بسمع عجوز الشنطة عجوز الشنطة، بشوفها برسوم وهيك. أخيراً طلعت بالحقيقة، يعني طلعت حقيقية موجودة في الحياة وبتنزل تيك توكس وهيك، عايشة معانا يعني العجوز الشنطة، ما شاء الله. هذا الرجال إلي وبس، اتركوه يا بنات، اتركوه بحاله، ما بده إياكم. كيف راضي تكون معاها؟ هذا زوجها اللي معاها، انا ما بعرف كيف هو معاها اصلا، لانه هو واحد عمره 23 سنه، جميل الولد، مو انه يعني لا يع بشع او اشي زي هيك، لا حلو الولد وكله تمام، بس اكيد معاها لسبب. السبب ما ضل الا كم سنه يا برو، اتحمل. بين 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 خليني أسلك لها وأضحك عشان أخذ فلوس. أي حركة بسيطة غلط يا تيتا وأيامك بتنتهي. كيف بحس لما يجيني تعليقات تنمر؟ تيتا أنت عم بتنزلي أشياء بتخزي، طيب؟ أنا ديكي تيتا ولا العجوز الشمطاء؟ شو بتحبي؟ ممكن أعرف شو بتحبي؟ أتوقع عجوز الشمطاء، لا بقلك أكتر، خلينا على العجوز الشمطاء، تمام؟ العجوز الشمطاء، أنتي بتنزي أشياء، بتلحسي بوجهه، بترقصي زي كأنه عمرك 25، لساتك تينيجر، أكيد رح يجيكي كومنتس تنمر، ما اللي بتنزلي أشياء بتخزي، متوقع الناس يشجعوكي، اوه يلا والله محتواكي فنان يا ربي، احلى شيء اشوفه بحياتي، استمري. اكيد لا، بتنزلي اشياء بتقرف، هيجيكي كومنتس بتقرف، هاي الحياه. هاي فيديو الها وهي بترد على كومنت، غمض عيونك 3 مرات اذا هي مهدديتك. She is not holding me hostage. No, I'm not holding. Oh! تيتا عجوز الشمطاء اسنانك، حد ينقذ هذا الشاب، غمض 3 مرات واسنانها وقعت، كيف متحمل؟ مستحيل يعني، حتى تمثيل حتى لو عشان فلوس والله صعب صعب، كيف بدك كيف متحمل؟ اكبر منك ب40 سنة، عمرها 61، انت عمرك 23. لما يشوفوني بعيش أحلى حياتي. واو سو نايس. هي بتلحسك، أنت بتلحسها، ما في بشرة تنلحس، زي كأنه بيلحس تراب. شفتوا الدخلة آخر شي عليه ودخل؟ والله أنا عارف يا برو، أنت من شكلك بتحب الفلوس لهالدرجة، واخ والله لو عطوني فلوس الدنيا ما بستحمل، ما بقدر، مستحيل مستحيل أقدر الصراحة هيك أتحمل. I'll do anything that you say, anything cause you're boss, you the boss, you the boss daddy, you the boss, you the boss daddy. شوف كيف بالبداية، شوف بداية الفيديو قرفان الرجال هيك، فأنا مش عارف عشان فلوس ولا مسحور،
فيه وشوف كم الداي إحباط جاي. شو عم بعمل بحياتي؟ ليش أنا مع هاي العجوز الشنطة؟ لما البنت اللي معاه بالجيم تضحك على المسحة اللي مزحها بقوة. هاي ممنوع تضحك على حدا. ليش عم تضحك هاي؟ وهي بتطخ، حسيت إيدها تفك من مكانها. لما تكونوا لسه ماكلين ويحكي إنه لسه جوعان. هاي الغنية ما بدي أترجمها علشان يعني فيها أشياء قليلة أدب، بس الاختصار هو بدك تاكل؟ تعال تعال كل. It's time to stop. عشان هيك بحكيكوا في أشياء ما بتنشاف عندها بالأكاونت. إن شاء الله تكونوا أنتوا ما فهمتوا هالفيديو، بس يلي فهم هذا الفيديو. أول ما خلص الفيديو آخ ظهري. هذا الرجال الصراحة، هذا اللي معاها بيج ريسبكت الصراحة، بحترمك احترام شديد أنا إنك أنت مستحمل كل هذا عشان الفلوس. أسوأ من اللي بيفتحوا بثوث بالتيك توك وبيحكوا شدوا أمانة شدوا وبدي التوب ون. مستحمل كل هذا عشان الفلوس؟ حتى لو شو ما كان، لو عم بندفع لك فلوس الدنيا، ما مستحيل يا أخي. كيف بيوم ما غلط هيك حكي يا خزان؟ خلاص قرفتيني، ما بدي أشوفك، خلاص خلاص قرفتيني. ما مستحيل، ما لازم هيك. كيف قادر؟ احترام شديد إلك يا ما بعرف شو اسمك، بس احترام شديد إلك. ليش هو لسه معاكي؟ I don't clean. I don't brag. I don't cuss. Gobble, 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 gobble. Jump out for you, let it get inside of me. Tell them where to put it. Never tell them where I'm about to be. I'm right down. كمان هاي إن شاء الله تكونوا ما فهمتوها يعني، بس اللي فهمها وبعدين تيجي بتعمل فيديو بتحكي إنه التنمر بيأثر عليها. هيتنمروا عليك الناس وانت بتنزلي هيك اشياء، شو هذا؟ شو قابو 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 قابو؟ لا، وهم خليني احكي لكم قصتهم. هي تلاقت مع هذا الرجال اللي هو هلا عمره 23 لما كان هو عمره 15 سنه بالضبط. دخلوا بعلاقه اول ما صار عمره 18 سنه بالصدفه؟ لا، الموضوع انه اكيد هي كانت بتتحرش فيه من لما هو كان عمره 15 سنة وظلت تتحرش فيه، يا اما هي سحرته مسحور هذا الشاب، يا اما هو عشان المصاري ساكت. بحكيكم احترامي للرجال هذا، كيف انه ما فجر عليها بيوم من الايام وحكى لها خلص قرفتيني حلي عني يا اخي، قرفتيني حلي عني يا شو الشنطة. وهذا هو الفيديو لليوم. لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، بتساعدني كثير، ونشوفكم على خير. أمان الله.